مرحبا بكم على قناة خالد بيوسف. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم جبت لكم واحد ثلاثة ديال الفيديو غادي تموتوا بالضحك. حبس، قبل ما نبداو، السبونسور ديال هذا الفيديو هو وان اكس بيت. وان اكس بيت هو واحد البلاتفورم اللي تقدر تربح فيه المال. وإلا بغيت تسجل الرابط راه كاين تحت من هذا الفيديو، إلا دخلتي ودخلتي هذا الكود برومو اللي هو خالد بي كتربح 130 دولار اللي هي 26000 ريال. وان اكس بيت واحد البلاتفورم اللي كتدخل وكتختار الفريق الفائز، وإلا كان داك الفريق هو الفائز كتربح المال. يلاه دابا نكملوا الفيديو. قبل ما نبداو كنقرا لي كومونتير وكنستافد من الحاجة اللي قلتوها ليا كتبان لي أنها زوينة. بحال مثلا كتقولوا لي خلي الفيديو تيكمل عاد علق عليه، ما بغيتوش ان الفيديو بدا يتقطع، اذا زربالي تعرف واش واقع. ماشي مشكل، ضحت الفيديو تايدوز عاد نرجع نعلق عليه ونعطيو الراي ديالنا فيه. صافي مزيان. هادي ندوزو للثانيه. اخوه الله يخليكم، كنقول لكم اللي بغى يفعل لاشين ديالو حنا كنفعلوها بثمن مناسب في الرقم اسفل من هذا الفيديو. كاين اللي كيصيفط لي هنا كيقول لي في الكومونتير عطينا الرقم ديالك ديال الواتساب، راه كاين اسفل من هذا الفيديو. اللي بغى يفعل لاشين بثمن مناسب ومبقى معاك في الواتساب خطوه بخطوه تدفعل لك لاشين. كاين اللي كيديروا نفس الخدمه ولكن كيبيعوك غير 1000 مشترك و4000 ساعه كيخليوك تعوم بحرك. يعني تفعلات ما تفعلاش الشغل، حنا كنقولك غادي تفعل ان شاء الله بالخبره ديالنا، وكنمشي معاك كنوريك شي حوايج وشي خطط وشي اسرار اللي كيداروا باش تفعل لك دغيا قل من 24 ساعه من بعد ما كتعطيها المراجعه. هذه من جهه. من جهه ثانيه نسيت الثانيه مشات ليا. يلا كمل، ماشي مشكل. نبداو بالفيديو. هاد الفيديو بثلاثه كيبينوا ان الكراغل دابا مسؤول جزائري غادي نسمعوه قال لهم خصنا ندعموا، اعتذر، خصنا ندعموا الفيسبوكيون واليوتيوبر والمؤثرين والصحفيين باش انهم يهاجموا المغرب. شوف فين وصلوا الناس. كنقول علاش كيسبونا في لي كومونتير، الساعه راه مخلص. الكراغل انت اسمع، نسمعوا كالعاده عاد نعقبوا. اسمع مزيان دابا. تتوقع من اي خصم لك واي عدو واي منافس انه يحاربك في اي ركن من اركان الامن القومي تاعك، سواء دفاع، سواء امن، سواء اختراق سياده، سواء وسائل تواصل جديده، هذه وسائل التواصل الاجتماعي. فلذلك نحن في حاله حرب، وهذه حاله الحرب تفرض على الدوله الجزائريه دعم الاعلام الجزائري، دعم المدونين الجزائريين، دعم الفيسبوكيين الجزائريين حتى يستطيعوا ان يردوا على هذه الحرب التي تتلقاها الجزائر من اعداء تقليديين بكل اسف شديد. دابا سمعتوه مزيان، ارانا نجاوبوا هذا. تتوقع من اي خصم لك واي عدو واي منافس انه يحاربك في اي ركن من اركان الامن القومي تاعك؟ شو دابا كيعتبرونا اعداء ويحاربونا والامن القومي؟ راه انتم اللي دخلتوا السياده ديال المغرب، انتم دخلتوا التراب المغربي. لا هذه الصحراء، اش دخلك للصحراء؟ شكون اللي دخل دابا لداخل المغرب؟ انتم كتعتبرونا اعداء، احنا كاع ما على بالنا، الرويضه غاديه. كمل. سواء دفاع، سواء امن، سواء اختراق سياده، سواء وسائل تواصل جديده، هذه وسائل التواصل الاجتماعي. فلذلك نحن في حاله حرب، وهذه حاله الحرب تفرض على الدوله الجزائريه دعم الاعلام الجزائري، دعم المدونين الجزائريين، دعم الفيسبوكيين الجزائريين. حتى الفيسبوكيون بغاو يدعموهم ماديا. صافي سير سبوا المغرب، شوف فين وصلوا الناس. هل الفرق بيننا وبينكم؟ هل شوف الوطنيه فين كاينه؟ احنا الوطنيه ما خلصنا حتى شي واحد، ما كنتخلصوا حتى شي فلوس باش حنا كندافعوا على الوطن ديالنا. الوطنيه ما كتخليناش نسكتوا. اللي خلاته الوطنيه يسكت والمغرب كيتسب، هذاك ماشي وطني، ولا ما فيهش النفس، ولا برد القلب. انتم خصكم تخلصوا باش تجيو. كنقول علاش كثروا اللي كيسبوا فيكم المنطير، كنشوفهم كنضحك، عاد عرفت دابا مخلصين، صاركم مخلصين باش تجيو. كاين اللي مخلصين وكاين غير اللي غاديين مع الموجه، غير كيسبوا حتى هما. اجي نكمل واش قال هذا براسي. حتى يستطيعوا ان يردوا على هذه الحرب التي تتلقاها الجزائر من اعداء تقليديين بكل اسف شديد. اعداء تقليديين، شوف هما كيفاش كيعتبرونا وشوف كيفاش كنعتبروهم حنا. اجي نشوفوا دابا باش تعرف الكراغيل كي دايرين. بغيتي تعرف الكراغيل كي دايرين؟ شوف هذا الفيديو هذا، نطلقوه كالعاده، تيكمل عاد نعقب. اسمع. القران تاع المروك لا يؤتمن. هو يعني مكتوب من اجل السحر، مارشاريير مكتوب. ما تقراوش وما تسمعوش. هذاك قارئ مغربي مكن لا تسمعه. هذاك الشيخ مغربي مكن لا تدنق ليه. هذاك عالم الاسلام في المغرب مكن لا تدنق ليه. انا نقول لك هذيك القوم كيف داير تاع المنطق.
قوم خطر لازم كاع كنا كيما رانا. شو المهمة تاعي انا فهمت الشعب الجزائري هذاك القوم كيف داير دروك نفهمهم هذاك القوم كيف داير تاع المروك باللي القران اللي عندهم ما تشروش القران اللي جاي من المغرب ما تسمعوش الشيوخ تاعهم ولا تسمعوا الى المحللين تاعهم لانهم كتابهم هو القران تاع ابليس ذاك القران المشقلب قوم خطر ما هو كي تروح انت تشري من عنده او ناوي غدرك ويخدعك كي تروح تسكن حداها وناوي غدرك ويخدعك اذا اظلم يبغي يقتلك خطر فين شاف هذا الشيء فين شكون اللي كذب عليه دابا هذا شكون اللي كذب عليه شوف رفع عنهم القلم رفع عنهم القلم صافي سالي شو العقليه شو العقليه كي داير شو كيفاش كيروج للمراه المغاربه على المراك تاع المغاربه عندك المغاربه الا قلتي حدا يقدر يغدرك يضربك يقتلك مالك صاحبي على هذه النيه الخايبه علاش قلبكم كحل بحال هكا حنا ما عمرنا ما قلنا الجزائري يغدرك يدير لك كذا حنا قلنا انكم ناقصين عقل راه بصح انت كتشوف هذا الدليل اذا ما كنكتبوش هذا اجيو دابا نسمعوا دقه القران تاع المروك لا يؤتمن هو يعني مكتوب من اجل السحر ما شوف اصحاب خوه كيفاش كيشوفوكم داروا يجبدوا السحر القران تاع المغرب لا يؤتمن قال لك الدار من اجل السحر واش هادو دابا واش عندهم شي عقل باش كيفكروا ولا غير كيتمشاو واش هادو دابا اللي تقدر دير معاهم خوه شوف كيفاش كيشوفونا ها هما دابا السحر القران وصلوا حتى القران ديال المغرب قسما بالله الا قال لي السيد قال لك كنتفرج في القناه ديالهم شويه وقالوا لك اذان صلاه اذان صلاه قبل العشاء ولا كي داروا ليها باش ما يقولوش المغرب شو باش ما يقولوش في القناه ديالهم المغرب راه صاحبي الدين هذاك واش ما كتفرقوش بين الدين وبين الضحك وبين الهبل انتم مسطين علاش قلت لك رفع عنكم القلم هذاك الاذان ممكن انه ما يتحاسبش مسطي الكراغ اللي ممكن ما يتحسبوش ممكن انه ما غاديش يتحسب رفع عنهم القلب سطينا صاحبي كملوا ها مارشارير مكتوب ما تقراو قال لك مكتوب مارشارير يا فهم دابا هذا فهم الكراغول مكتوب من اجل السحر مارشارير مكتوب ما تقراو وما تسمعوش هذا قارئ مغربي ما كلا تسمع ما خلى القراء المغاربه ما خلى حتى شي واحد كرهوا ليه كداير كيكبروا هو حاقد على المغرب هذاك الشيخ المغربي ما كلا دمقلي هذاك عالم الاسلام في المغرب مكلد دنقله حسب دا يضر المسطيع العلماء صافي سالت الحفله اسمع اش قال لك العالم المغرب عالم الاسلام في المغرب مكلد دنقله انا نقول لك هذيك القوم كيف داير تاع المروك كيفاش داير القوم تاع المروك قوم خطر لازم كاع كنا كيما رانا شو المهمة تاعي انا فهمت الشعب الجزائري هذاك القوم كيف داير عارف ان الشعب الجزائري غادي يسمعك لان ممكن الخير بحالك غادي يسمعك غادي تيقوا بي دروك نفهمهم هذاك القوم كيف داير تاع المروك باللي القران اللي عندهم ما تشروش القران اللي جاي من المغرب ما تسمعوش الشيوخ تاعهم ولا تسمعوا الى المحللين تاعهم لانهم كتابهم هو القران تاع ابليس اي 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 شوف فين وصلوا الكلام ذاك القران المشقلب صافي خلي هذا المسطي هذا ما غاديش نطولوا معاه اجينا نشوفوا كتقول علاش الشعب مكلخ صعبوا الشيء براسه مكلخ اجيو نسمعوا الرئيس ديالهم اسمع تيسالي عاود ما عندهاش باش يصيدوا عندهم ولادي يديروا سمحوا لي نعاود لكم من الاول قلت الجرار زعما التراكتور قرار ما عندهاش باش يصيدوا به الرنب ولادي يديروا به العراس مادام اللي خدم الجرار وصنع الجرار دار فيه ديفار معناها باش تخدم في الليل موش باش دير البراكوناج ما كناش عارفين لا حتى قال لنا عبد المجيد قال لك اللي صاوب التراكتور ما صاوبهاش باش نتبعوا بها الرنب قال لكم علاش دار ليها لي فار الاضواء الكاشفه قال لك باش نخدموا بها بالليل جمله الراسه غير الجمله غير متناسقه اش دخل هذا الرنب الفار باش نخدموا به اقسم بالله الى كوميديا عاود سمعوا مزيانه قرار ما عندهاش
عندهاش باش يصيدوا به الرنب ولا يدير به العرس. ويلي مادام اللي خدم الجرار وصنع الجرار دار فيه دفار معناه باش تخدم في الليل. ما كناش عارفين تقال اللعب المجيد الله داروا غير باش نضحكوا كاين غير هكا دايرين. وصلنا اخر هذا الفيديو الاخوان اللي بغى يفعل لاشين ديالو كالعاده يتواصل معايا على رقم الواتساب اسفل من هذا الفيديو ونمشي معاه خطوه بخطوه تتفعل. يلا وصلنا اخر هذا الفيديو الاراء ديالكم كتهمنا والسلام عليكم. الله يلا قال لك الجرار. اعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك بقناتنا حتى يصلك الجديد.